ما يحب نمت تغنون تنون دبنا مما يحب يتواني في جالة الراخنون درجة غباتون تنون دبنا ومن الجيد وان جالة الراخنون درجة غباتون تنون دبنا ومن الجيد وان ببريدو تون الراخنون درجة غباتون تنون دبنا قال الله تعالى قال الله تعالى ربنا لا نرجي لم تنالوا وجهون إذن كيسا جتون البر خيري قد دولت كيسا حتى تنفقوا خيري قد دولت كيسا حتى تنفقوا وما خن تنوج ما تحبونا وان جالتا نرى وان جالتا نرى وان جالتا نرى مسكينا فما خن تنوضوا وقاملن خيري قد دولت كيسا وقال تعالى اما قال انت نالوا البر خيري الاركات اما تمانو جتون خيري قد دولت ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وتقول لي دلي دوغتي دوغا صواب سين الكتاب لكن خيري قد دولا بانا لن تنالوا غنجون وقال تعالى وقال تعالى ربنا لا ننجي يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا يا ولدكم ما ربكم سجى انفقوا أنفقوا أجون كنا من طيبات من أكنا النار أنفقوا كنا أجتون مسكينا كنا من طيبات ما كسبتم غاري غاري وان ترايت أنير رادو بقى خنا دافي ومما أخرجنا لكم غاري وان ترايت أنير را خنا هري تجارة دار صدقتنا ومما أخرجنا لكم وان سني مقر سن الرأي صدقتنا من الأرض تكتير وان تسني مقر سن الرأي صدقتنا ولا تيمم الخبيث وهجون قصدنا الخبيث وحوصا قصدنا منه من وهجون وصدنا الرأي تنفقونا قصدك التنالة تاتني أوسن قصدنا ولستم إسنون تاني بآخذيه عند الاشتراع يقوم بثتني سنو قلتدو وقامل لي أوسن وان بثتني آني سوقا صدق التن قلتدو جنتان بثتني وان تاتي بمقال انت جان مقال أكن التني قلتدو وقا أوسن أوسن التن قرقرين آجان آجان إيقنون وعن نزر رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا أقل أن ربان طلحة نانتين ردون ماتت مدينة لاتمالا جاهوريلات من نخل من نخل جدون تمر الراغة ورين سنج وكان أحب أمواله قال جدون نتين أحب أمواله أحب أموالي وكانت جهن وكان أحب أمواله وكان أحب أمواله الرجال تمان ريسا إليه رزات يجون بيروحا 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 يجون بيروحا جامت بيروحا أورو بيروحا جامت تهج وكانت مستقبلة المسجد وكانت يجون أورو سنتات مستقبلة المسجد يجون مسجدات تهج وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجون رسول ربه نته يدخلها يجون بيروها سنكسين تهج ويشربوا يجون كروك تهج من فيها يجون بشان سيخي سجروا عزب جتون مئاو خطان سن الراخر قتيج طيب طيب قاري ختم مئاو خطان جتون ديماج قال أنس جتون أنس بن مالك نجي فلما نزلت هذه الآية آدت دندوب قايكم أبوتج لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جتون يكم أبوت قام أبو طلحة أبوت أهل فاخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يجتون يا إرقى ربي فقال يا رسول الله إن الله تعالى فقال يجتون إلى رسول الله جتنا قال رسول ربي أبو طلحة نلوفين فقال يا رسول الله يا إرقى ربي إن الله تعالى إن الله تعالى ربي نولاني أنزل عليك سر ربوسي لن تنالوا البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أكن يجو غنس ربوسي وإن أحب مالي وإن أحب مالي رجال دمان وريخياج إلي إلي يجون قرخيتي بيروها بيروها يجون بيروها وإنها يجون إسين سنج صدقة لله تعالى إسين بينها سني صدقة لله تعالى ربي ولا نيم صدقها تاتوه أرجو يجون أولنين صدقة دوبنين كجيلا برها بر
برها خير سيدات كجيلج وزخرها والقايت صواب سيدا والقايت دان كجيلج عند الله تعالى الآن برتين والقايت خجيل بنكي ربيتين قايت فرج بريزون فدعا رسول الله فدعا إسيقا يا إلقى ربي إسيقا إسوارك الله بك ربي إنسبي إسيدو بقى خاي بك ربي إنخاي سينجي خاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جيب بخن بخن جوا تولد ذلك مال ذلك يدون ملك أننا أكلنا ذلك مال صدقا سنج مال مال الرابح نريت في قدو أركتج ذلك مال الرابح ذلك ثم مال الرابح نريت في قدو دو مقام مال أركتج وقد سميت ما قلت وقد سميت نقار أقي ما قلت وانا تجد تغرتي بكفيت خايجة جوسن أقيتي وإني أرى إني أرى أني يادا أن تجعلها أدي أورو تلي أدور أيادا في الأقربين في الأقربين أنا وانكين غيزة تغدق أدور أيادا قال عبو طلحتا طلحتا بان طلحانا أفعل يا رسول الله أفعل ويتونين دلقا يا نين دلقا يا رسول الله يا إرقى ربي هياناني اندلقا جي فقسمها عبو طلحتا عبو طلحاني هماني قود في أقاربه في أقاربه آنو ساخي سقود جي وبني عمه مالدير ساخي سقود جول جب ريسون انتفقن عليه ربي برخاتون قلوبة جي انتفقن عليه قوله صلى الله عليه وسلم مال الرابح مال الرابح جد الرسول صلى الله عليه وسلم روي في الصحيحين رابح رابح جد نذيف ورايح ورايح جد نذيف بالياء الموحدة وبالياء وبالياء المثنات انا نذيف اي رايح عليك اي رايح عليك تسر الدب على يده فايدان ساس مر الدب على يده وبيروها هديقه هديقه بيروها نمو قرتت حديقة نخل حديقة نخل جدون أورو إجارة قرتت وقات مراتت وروي بكسر الباء وفتحها وروي يتون ديفا ما يتون دو بكسر الباء يتون دو وقامل بيروحا بيروحا بكسر الياء مو بكسر الباء بكسر الباء ايقا بكسر الباء بيروحا آفي بيروحات دي فمي اجت لتوتو مقمصات ما جدا باب وجوبي الله سبحانه وتعالى